شهد اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منافسات اليوم الختامي لأسبوع بريف الدولي 2019 الذي أقيم على أرض مملكة البحرين والذي ينظمه الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع منظمة بريف والاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة على صالة مدينة خليفة الرياضية، حيث تتضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال إقامة بطولة العالم السادسة للهواة لفنون القتال المختلطة لفئة الكبار والشباب في نسختها الثانية، وبطولة بريف للمحترفين في نسختها 29 للمحترفين لفنون القتال المختلطة، وبطولة KHK العالمية للوزن المفتوح في نسختها الأولى. بهذه المناسبة رفع اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناسبة تحقيق المنتخب البحريني 14 ميدالية واحتلاله المركز الثاني والمحافظة على صدارة التصنيف العالمي. وقال اسمه الشيخ خالد بن حمد الخليفة في تصريح له بهذه المناسبة: إن الإنجاز العالمي الكبير الذي تحقق على أرض البحرين يعد إنجازا تاريخيا بكل معنى الكلمة بعد مسيرة حافلة لهذه الرياضة التي استطاعت أن تثبت قدرتها وقوتها على المستوى الدولي بفضل ما تحظى به الرياضة البحرينية من رعاية ودعم من قبل سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي منحت الرياضة البيئة المناسبة التي يمكن من خلالها تعزيز الإنجازات التي حققتها هذه الرياضة في فترة وجيزة. وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة: لقد كان لوقوف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة دور مهم في تحقيق مملكة البحرين لهذا الإنجاز العالمي بعد أن تمكن سموه وبفضل رؤيته الشاملة لتطوير الرياضة البحرينية من وضع اللبنات الأساسية لانطلاقة الرياضة البحرينية نحو العالمية. وقد استفادت رياضة فنون القتال المختلطة من استراتيجية سموه وترجمتها على أرض الواقع لتصل إلى أهدافها في رفع اسم وعلم البحرين عاليا في المحفل العالمي وإبراز الصورة الناصعة عن الرياضة البحرينية خاصة فنون القتال المختلطة. وقال اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة: عملنا بجد منذ فترة طويلة من أجل بناء فريق بحريني قوي في لعبة فنون القتال المختلطة، وقد وضعنا له استراتيجية واضحة المعالم وبطريقة احترافية للوصول إلى الإنجازات العالمية، وبالفعل استطعنا أن نترجم تلك الجهود لنتائج مشرفة في مختلف المشاركات والتي وضعت البحرين في خانة الدول المتقدمة في هذه الرياضة. هذا وقد بارك سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للاعبي المنتخب الوطني الحائزين على الميداليات في بطولة فنون القتال متمنيا لهم دوام التوفيق في هذه الفترة القادمة. هذا وقد حصدت البحرين 14 ميدالية منها 5 ذهبيات و3 فضيات و6 ميداليات برونزية.